السلام عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، فلازلنا مع حديث جبريل الطويل المعروف المشهور، وهو الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، وقد بلغنا بحمد الله جل وعلا في الركن السادس من أركان الإيمان، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالركن السادس هو الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هذا واجب، ولا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بالقدر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ويقول سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي أن كل شيء جعله الله سبحانه وتعالى مقدرا وقد قدره جل في علاه. وروى مسلم عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من الصحابة كلهم يقولون كل شيء بقدر. أدركت ناسا من الصحابة، هذا طاووس أحد التابعين، يقول أدركت ناسا من الصحابة كلهم يقولون كل شيء بقدر، أي أنهم يؤمنون بالقدر وأن كل شيء يدخل تحت قدر الله سبحانه وتعالى وتحت تقديره. ثم قال وسمعت عبد الله بن عمر، سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع، بمعنى ما غاديش يكون الإيمان صحيح ولا كامل ولا تام إلا إذا آمن بهذه الأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، وأنه سيموت ويبعث بعد الموت، وأن يؤمن بالقدر، وأن يؤمن بالقدر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بهذه الأربع، ومن تلك الأربع الإيمان بالقدر. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال لا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا يصح إيمانه أبدا إلا إذا آمن بهذا القدر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في حديث آخر كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس كل شيء مقدر. إذن فلا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بهذا الركن. الذي يؤكد ذلك أنه لما ظهرت طائفة تنسب إلى المسلمين وتدعي بأنها من أهل الإسلام الحق ولكنها مخالفة تسمى بطائفة القدرية، طائفة القدرية، ظهرت في البصرة في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، أدركوا صغار الصحابة فظهروا وقالوا إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. يعني قال لك الأمر أنف بمعنى أن هذه الأمور التي تقع لم يعلمها الله ولم يقدرها، وإنما حتى تقعت يعرفها عاد حينئذ تعلم بأنها موجودة، وهذا كفر بالله جل وعلا. فأحد التابعين الذي هو يحيى بن يعمر قال ذهبت أنا وصاحبي إلى المدينة، قال لئن وجدنا أحد الصحابة لنسألنه عن هذا الأمر. فذهبا معا إلى الحج فوجدا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال فاكتنفته أنا وصاحبي، اكتنفته أنا وصاحبي، يعني أنه ذهب أحدهما إلى اليمين والآخر إلى الشمال. قال فسألناه فقلت يا أبا عبد الرحمن ظهر قوم قبلنا يقولون، يتقفرون العلم، يقولون إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. قالوا ظهر قوم
يعني عندنا في البصرة يتقفرون العلم، يتقفرون العلم، وصفهم وصفا دقيقا. ما معنى يتقفرون العلم؟ بمعنى أنهم يدعون العلم ويبحثون في أمور لا ينبغي لهم أن يبحثوا فيها، منها القدر. قال يقولون إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، ابن صحابي جليل، قال له: إذا وجدت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، يعني أنفقه في سبيل الله، لا يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ما غاديش يقبل الله سبحانه وتعالى منه حتى يؤمن بالقدر، دليل على أنهم خرجوا من الإسلام بذلك القول. والذي من طبيعة الحال ادعى ذلك هو معبد الجهني وغيلان الثقفي، وكان قبلهم رجل يقال له سنسويه، وهو كان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصر ثم بقي على النصرانية، وادعى أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، وأخذ منه معبد الجهني هذا الأمر، ثم غيلان الثقفي أخذه من معبد الجهني، وكلاهما قد قتل. لماذا؟ لأنه قد كفر بالله. خلاصة الكلام هو أن الإيمان بالقدر هذا ركن من الإيمان، ومن لم يؤمن به فلا حظ له في الإيمان، لأنه خصو يؤمن به، فمن أنكره فإنه لا حظ له في الإيمان. وعندما نقول من أنكره، بمعنى نتحدث عن الإيمان بالقدر كليا، يعني كامل، لم ينكر جزئية، لأن الذي أنكر جزئية من جزئيات القدر هذا على حسب إنكاره، لكن من أنكر القدر كله فحينئذ هذا قد كفر، لأن الإنكار بالقدر هو إنكار لصفة من صفات الله جل وعلا، بل لصفات كثيرة، منها العلم، منها الإرادة. فإذا هذا الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر ما المراد منه؟ المراد منه هو أن نؤمن بأن الله يوجد الأشياء على حسب مراده وحسب علمه السابق الذي كتبه في اللوح المحفوظ. المراد بالقدر هو أن نؤمن بأن الله أوجد الأشياء على حسب مراده وعلى حسب علمه الأزلي الذي كتبه في اللوح المحفوظ. ومن هنا تنعرف بأن الإيمان بالقضاء والقدر فيه أربعة ديال المراتب. أن شنو قلنا؟ أن الله أوجد الأشياء، أوجد بمعنى خلق، أوجد الأشياء حسب مراده جل في علاه وحسب علمه الأزلي الذي كتبه في اللوح المحفوظ. فإذا فالقدر له أربعة أركان، له أربعة مراتب. المرتبة الأولى علم الله الأزلي الواسع المحيط. المرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه ملك مقربون ولا نبي مرسل. والمرتبة الثالثة والركن الثالث هو إرادة الله لذلك الشيء أن يقع في كونه. والمرتبة الرابعة هي خلقه في هذا الكون. إذن فهي أربعة المراتب سهلة، وكان خصنا عقل العلوم، لأن الإيمان بالقدر مبني على هذه الأربعة: أن الله علم الأشياء ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم أرادها في كونه ثم خلقها في الكون. أن ضروري خصنا هذه الأمور نأمن بها. إذن أولا أن الله جل وعلا عالم، لأن المرتبة الأولى هي العلم. وعندما نقول علم الله جل وعلا فهو ليس كعلم المخلوقات، علم المخلوقات مسبوق بالجهل ومصاحب للنقصان ومعرض للنسيان. علم المخلوقات مسبوق بالجهل وهو مصاحب للنقصان، هو ناقص، مهما علم الإنسان فعلمه ناقص، مصاحب للنقصان ومعرض للنسيان. أي واحد فهو معرض للنسيان، إذا نسي النبي عليه الصلاة والسلام فمن دونه فهو من باب أولى. آدم عليه السلام كذلك نسي، إذن فالكل معرض للنسيان. بخلاف علم الله جل وعلا فهو ليس بمسبوق بجهل،
ولا هو مصاحب للنقصان، بل هو تام، وهو كذلك لا يطرأ عليه النسيان، لا يضل ربي ولا ينسى. فعلم الله جل وعلا قديم أزلي، وليس بطارئ ولا حادث. وعلم الله جل وعلا محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فما من شيء دقيق ولا جليل ولا ظاهر ولا خفي ولا باطن ولا كبير ولا صغير ولا في العالم السفلي ولا في العالم العلوي إلا وربنا سبحانه وتعالى يعلمه قبل أن يخلق السماوات والأرض. فعلم الله جل وعلا واسع، وعلى المؤمن أن يؤمن بذلك، أن علم الله واسع، وأن علم الله جل وعلا قديم أزلي ليس بطارئ، وأن علم الله جل وعلا محيط بكل شيء. فمن قال بأن علم الله لا يحيط بكل شيء فهذا عند العلماء من جملة الكفر. من قال إن الله يعلم الجزئيات، ولا أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وقد ادعى ذلك بعض المتكلمين، فهذا عندهم من جملة الكفر، لأن علم الله محيط بكل شيء. ومن قال بأن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع فكذلك هذا عند أهل العلم هو من جملة الكفر أيضا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى نص في غير ما آية على أن علمه محيط بكل شيء، والله بكل شيء عليم. إذن فهذه المرتبة الأولى التي يجب للإنسان أن يؤمن بها. المرتبة الثانية أن يؤمن العبد بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب ما علم أنه سيقع في الكون في اللوح المحفوظ، وهذا معلوم عندنا من نص القرآن الكريم وكذلك في الأحاديث المعروفة المشهورة. يقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها، إلا هي في الكتاب، من قبل أن نبرأها، إما من قبل أن نبرأ النفس أو من قبل أن نبرأ تلك المصيبة. يصح هذا ويصح هذا، ويصح أن يرجع على الجميع. فأخبر سبحانه وتعالى على أن مصيبة تقع إلا وهي في الكتاب موجودة، وقال الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، المقصود به هو اللوح المحفوظ ومشي القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذه آية تدل على الكتابة. أما الأحاديث فهي كذلك كثيرة، منها ما نحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. إذن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن، ما سيكون إلى قيام الساعة. فدل الحديث على أن كل شيء سيقع في هذا الكون إلى قيام الساعة فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، بالدقائق، باللحظات، بالنيات، بالإرادات، بالأفعال، بالأقوال، كل شيء مكتوب. حتى من مات ثم أحياه الله وعاش ما أراد الله ثم مات إلا وهو مكتوب كذلك، كل ذلك مكتوب. يدل على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت قبيلة إليه من اليمن فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن هذا الأمر. القدر هذا كان دائما يحير الناس لأنه سر من أسرار الله. فهؤلاء آمنوا وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن فسألوه، قالوا: أخبرنا عن هذا الأمر، يقصدون القدر وما يقدره الله وما يقع، أخبرنا عن هذا الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء معه، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتب كل شيء. فأخبرهم على القدر بهذا الأمر، بين لهم بأن الله
جل وعلا كان ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فعلم على أن كل شيء مكتوب أن الله سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ. هنا مسألة، كتب الله جل وعلا كل شيء، فهل هذا يغير أو لا يغير ما كتبه الله في اللوح المحفوظ؟ لا يغير ولا يبدل أبدا، فما هو مكتوب في اللوح المحفوظ لا يطرأ فيه تغيير أبدا، بل هو محفوظ من التغيير ومن التبديل ومن أن يطلع عليه أحد إلا إذا شاء الله جل وعلا أن يطلعه لأحد من خلقه. أما التغيير الموجود مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام، من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله في عمره فليصل رحمه، إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبسط له في رزقه، بمعنى بحال كاين واحد الرزق ثم إذا أردت أن يزيد الله لك في رزقك فصل رحمك، هناك أجل محدد لك، فإذا أردت الله جل وعلا أن يزيد لك في أجلك فصل رحمك. قد يفهم البعض بأن هذا يقع في اللوح المحفوظ، كلا، إنما يقع فيما يكتبه الملك. عندما يتم خلق الإنسان في بطن أمه يبعث الله ملكا فيأمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فالملك عندما يكتب يكتب رزقا محددا، واحد الرزق ماشي هو الرزق النهائي، قد يكون الرزق النهائي بعد أن يزيد بعد أن يصل رحمه، فهمنا هذا؟ يعني الملك الذي سيكتب يكتب رزقا أمره الله به، وهذا الرزق ماشي هو الرزق النهائي، بل الله جل وعلا علم قبل أن يخلق السماوات والأرض بأن هذا العبد سيصل رحمه وسيزيد الله له في رزقه، وهذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب بأن فلان ابن فلان سيكتب له من رزقه كذا وكذا وسيصل رحمه وسيزداد رزقه بسبب هذه الصلة، وإن أجله كذا وكذا وسنزيد له في عمره بسبب هذه الصلة، فكل شيء بالتفاصيل مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن الملك لا يكتب إلا الرزق الأول وإلا العمر الأول، واضحة هذه؟ فإذا ما عند الله جل وعلا وهو اللوح المحفوظ لا يبدل أبدا ولا يغير أبدا، وإنما هو كما كتبه الله جل وعلا أول الأمر، وفيه كل التفاصيل، من أن العبد سيبدأ بالكفر ويختم له بالإيمان، أو يبدأ بالإيمان ويختم له بالكفر، وأنه سيموت ثم يحييه الله ثم بعد ذلك يموت، وأنه لن يموت إلا بعد مدة، كعيسى عليه السلام هو رفعه الله ولم يموت وهو الآن مرفوع، وإن أجله إذا جاء لن يؤخره الله سبحانه وتعالى ساعة أبدا. فإذا لابد في الإيمان بالقضاء والقدر أن نؤمن بأن الله جل وعلا كتب كل شيء، كل حاجة تقع في الكون فإن الله سبحانه وتعالى قد كتبها في اللوح المحفوظ بعد أن علمها جل وعلا. المرتبة الثالثة التي يجب أن نؤمن بها كذلك، وهي أن الله جل وعلا أراد الأشياء التي تقع في هذا الكون، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادة من الله، أراده الله ولهذا وقع، وما لا يريده سبحانه وتعالى لن يقع أبدا، بخيره بشره بصغيره بكبيره، لا يقع شيء في هذا الكون إلا وقد أراده الله جل وعلا، ولا يخرج شيء عن مراده. وهذه مهمة، لأن بعض الناس قد يقع لهم الخلط فيقول كيف يريد الله الكفر، لا الكفر ما يمكنش نسبه لله، لأنه هو يريد لعباده الخير، يريد لعباده الرحمة، إذن كيف يكفرون؟ الله لا يريد الكفر، الله لا يريد إبليس، الله الخلاصة سيقول الله لم يخلق الشر ولا يريد الشر، وهذا كذلك ضلال، بل الله جل وعلا أراد الشر في كونه وأراد إبليس في كونه
وأراد الكفر في كونه، إذ لا يقع في كون الله ما لا يريد. وهنا قصة طريفة مضحكة ومحزنة في آن واحد، أن رجلا ضاعت له وسرقت له دابة، سرقت له الدابة دياله، فذهب إلى رجل يظنه بأنه من أهل العلم فقال له: قد سرقت مني دابتي، فادعوا الله جل وعلا أن يردها علي. فقام هذا الرجل الذي هو ظن بأنه من أهل العلم فقال: اللهم إن هذا الرجل قد سرقت منه دابته وأنت لا تريد أن تسرق، يعني يا رب أنت لا تريد أن تسرق وقد سرقت. فقال له الرجل: حسبك، لا أريد دعاءك. قال: لما؟ قال: إني أخاف أن يريد أن ترد علي فلا ترد. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني حاشاه، ولكن هذا أفهمه وإن كان عاميا، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى مراده لا يقع في الكون أولا، إذن لن يقع أيضا ثانيا. أراد أن لا تسرق فسرقت، فإذا أخاف أن يراد أن يريد أن ترد علي فلا ترد. ولكن ذلك الرجل الذي دعا كان يعتقد بأن الشر لا يريده الله ولا يخلقه الله، لهذا دعا بهذا الدعاء، وهذا ضلال. بل كل ما في الكون أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في حديث وإن كان البعض يضعفه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. ما معنى القدرية مجوس هذه الأمة؟ بمعنى كاين واحد الطائفة تحسب على هذه الأمة من المسلمين يدعون بأن هناك من خلق الخير وهو الله، وهناك من خلق الشر ولكنه ليس رب العالمين، لأنهم لا ينسبون الشر إلى الله، يقولون الشر لم يخلقه الله، إذن خلقه شخص آخر، خلقه إله آخر. وهذا هو مذهب المجوس. المجوس يقولون هناك إلهان، إله خلق النور وإله خلق الظلمة، فيعبدون إله النور ويذمون إله الظلام. فكذلك هؤلاء قالوا: الله خلق الخير ولكن الشر لم يخلقه الله سبحانه وتعالى. فإذا هم فيهم صفة ديال المجوس، لأنهم أثبتوا إلهين، أثبتوا إلهين. فإذا لابد أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يقع في كونه إلا ما يريد. ولكن الشبهة من دخلت على هذو، دخلت عليهم من واحد الجهة، وهو أنهم لم يدركوا ولم يفرقوا بين إرادتين. هناك إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي ما أراده الله في الكون، أراد أن يكون ابتلاء للناس واختبارا وامتحانا، اختبار. إبليس أراده الله جل وعلا أن يكون في الكون وهو شر، ولكن جعله الله في الكون ابتلاء واختبارا. الكفر أراده الله أن يكون في الكون، ولكن جعله الله ابتلاء واختبارا، وقس عليه أنواع الشرور. والإرادة الشرعية هي التي يأمرنا الله جل وعلا بها، هي التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بها ويحبها، وقد تقع في الكون وقد لا تقع. يريد منا الله جل وعلا أن نكون من أهل الإيمان لنكون من أهل الجنة، قد تقع وقد لا تقع. لكن الإرادة الكونية هذه فيها ما هو محبوب لله، وفيها ما هو لا يحبه الله جل وعلا، ولا بد أن تقع. ما دام أن الله سبحانه وتعالى أرادها فلا بد أن تقع. إذن فالإرادة هي على نوعين، عود باش نفهموها. الإرادة على نوعين: إرادة كونية ما أراده الله في الكون، وهذه تقع لا محالة لأن الله أراد أن تكون في الكون، وفيها ما هو محبوب لله وفيها ما ليس محبوبا لله جل وعلا. الإرادة الثانية هي الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية هذه كلها محبوبة لله، كلها تحبها الله سبحانه وتعالى. وهل تقع في الكون أم لا؟ قد تقع وقد لا تقع. كالعبادة،
يريدها الله ويحبها الله قد تقع من العبد وقد لا تقع من العبد. إذن هذا هو الفرق بينهم. ولله المثل الأعلى. ممكن نعطي واحد مثال، كشخص مثلا زرع نبتا ضارا ونبتا صالحا، فقال لابنه كل من هذا النبت ولا تأكل من هذا النبت الآخر، إذن لماذا أوجدته؟ إذن أراد أن يزرعه فزرعه، ولكن أراد من ابنه ألا يأكله. واضحة. إذن وهذا فقط مثال، وإلا فلله المثل الأعلى. فأراد الله جل وعلا للشر أن يكون في الكون، ولكنه لا يريده شرعا، خلق الكفر وقال لا تكون من الكافرين، خلق إبليس وقال لا تكون من أبنائه وأتباعه، وهكذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينسب الشر إلى الله تأدبا، وإلا فإن الله جل وعلا خلق الشر. إذن فنقول المرتبة الأولى في القدر من أركان القدر هو العلم، المرتبة الثانية هي الكتابة، المرتبة الثالثة هي الإرادة، المرتبة الرابعة هي خلق ما أراد الله فيخلقه في الكون. أراد الله جل وعلا أن يخلق فخلق، هذه كلها من مراتبه. فخالق ما في الأرض كله وما في الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، فكل شيء هو مخلوق لله جل وعلا. فمن آمن بهذه الأربع على ما ذكر فقد جاء بالإيمان بالقدر كما أراد الله سبحانه وتعالى، ومن نقص ركنا من هذه الأربع فإيمانه بالقدر غير تام، بل هو ناقص. فإذا فنؤمن بأن الله له علم أحاط بكل شيء وأنه أزلي، ونؤمن بأن الله كتب ما علم أنه سيكون إلى قيام الساعة، ونؤمن بأن الله أراد أن يقع ما يقع في الكون، وأن الله هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. إذن فهذه هي أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه هي مراتبه كذلك. إذا علمنا هذا فما هي مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر؟ ما معنى المقتضيات؟ يعني الأمور التي لا بد أن توجد في الإنسان، خصها تكون فيه. المؤمن الذي يقول أنا مؤمن بالقضاء والقدر، العربون والدليل على ذلك، خصها تكون فيك هذه الأمور التي ستذكر، لا بد. أول تلك الأمور هو أن تؤمن بأنه كل ما قضاه الله جل وعلا وقدره بأنه حكمة وأنه عدل، لا ظلم فيه أبدا، لا عبثية فيه أبدا. ما يقدره الله عليك أو على غيرك في الكون كله تؤمن بأنه عدل وأنه حكمة. من اعتقد بأن ما يقدره الله جل وعلا فيه ظلم فقد كفر، لأن من مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن ما قدره الله جل وعلا فإنه عدل لا ظلم فيه، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذن فلا بد أن نؤمن إيمانا جازما قاطعا بأن ما يقدره الله جل وعلا في الكون فإنه كله من الحكمة وكله من العدل. فإذا أهلك الله عبدا فإنه عدل، وإذا أضل الله جل وعلا عبدا فذلك من العدل، وإذا حرم الله عبدا من رزق كيفما كان هذا الرزق من نعمة فإنه كذلك من العدل. علمت ذلك العدل، ما عرفتوش خصك تآمن بأنه عدل وأنه حكمة من الله جل وعلا، لا نقاش في ذلك. إذن فهذا المقتضى الأول. المقتضى الثاني كذلك يجب أن يعتقد العبد بأن كل ما يقدره الله جل وعلا في هذا الكون هو كله خير، وإن لم يظهر لك بأنه خير.
تعتقد بأنه خير وإن كان في الظاهر بأنه من الشر فإنه خير. لماذا؟ لأنه لا يتصف الله جل وعلا بالشر وإنما يتصف سبحانه وتعالى بالخير، فأفعاله كلها خير. واضح هذه؟ أول ماذا نقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال العلماء هذا شر بالنظر إلى المخلوق، بالنظر إلى المقدور. أما قدر الله فليس فيه إلا الخير، فيما يبدو لنا نحن أنه شر، وإلا ففي تقدير الله جل وعلا فعندما قدره عليك فهو خير. ولو بغينا نعرفها مزيان، ذكر الله جل وعلا لنا قصة الخضر مع موسى، أعطنا واحد الطرف غير باش يبين لنا. ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن الخضر مع موسى أنهما لما ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها. موسى عليه السلام هو محنا ينظر بما ننظر، المخلوق الضعيف، والخضر فإنه يعمل بما أوحى الله له أن يعمل، وأوحى له أيضا الحكمة من ذلك وأن فيه خيرا. فإذا موسى عليه السلام ينظر بأن هذا شر وأنه ليس بخير لأهل السفينة، وحتى أهل السفينة إلى جاءوا القوس السفينة أيضا قد ثقبت، هذا شر عندهم. ولكن واش كان خير ولا لا؟ هو خير، لأن قدر الله ليس فيه إلا الخير. والشر الذي يظهر شرا إنما يظهر لنا لعلمنا القاصر، لأن احنا العلم ديالنا قاصر، لا نعرف المآلات ولا نعرف ما سيأتي في المستقبل، فلهذا هو تبين لنا بأنه شر. ولكن كان خيرا على أهل السفينة، إذ كان ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة غصبا، لا يأخذ إلا السفينة الصالحة. فأوحى الله إلى الخضر أن يخرقها باش تكون فاسدة، وإذا جاء الملك لا يأخذ إلا السفينة الصالحة، وذلك هو الخير على أهل السفينة. كذلك لما تقدم معا وجد غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زاكية، يعني تقتل طفلا صغيرا لم يفعل شيئا، هذا شر بنظرتنا نحن وموسى عليه السلام كذلك، لكن الله جل وعلا علم بأن ذلك في خير وقدر الله خير. الخير هو أن الله جل وعلا علم بأن هذا الطفل إذا كبر فإنه سيرهق والديه طغيانا وكفرا، فأمر الله سبحانه وتعالى إكراما للوالدين أن يموت قبل البلوغ. والوالدين، الوالدان هذا شر بالنسبة إليهما ولا لا؟ الطفل الوحيد قد مات راه شر، ولكن فيه خير لهما وهما لا يدريان ذلك. هذا هو قدر الله سبحانه وتعالى كله. ينظر الإنسان إلى الشيء هو شر، لكن هو في حقيقة الأمر هو خير. القصة المعروفة التي تتداول والله تعالى أعلم بصحتها، ذلك الوزير الذي كان مع الملك، والملك خرج للصيد وخرج معه الوزير، فجرح هذا الملك، فقال له الوزير لعله خير، فغضب الملك قال أجرح وتقول بأنه خير؟ من الغد يجي الخير؟ هذه النظرة ديال الإنسان الجاهل، من أين يأتي الخير؟ فسجن، فعاقبه بالسجن فسجن، واتخذ وزيرا آخر، ثم خرج مرة أخرى إلى الصيد فضاع في وسط الغابة، يعني الحاكم ضاع في وسط الغابة حتى خرج في أناس لا يدخلون تحت حكمه، فأخذوه مع وزيره، فأرادوا أن يقدموا لإلههم قربانا، فقالوا نقدم هذا الرجل اللي هو الملك، علاش؟ وجدوه جميلا رطب اليدين ناعما لابس مزيان، لأنهم لا يقدمون إلا الشيء الجميل، فأرادوا ذبحه، فلما أرادوا ذبحه وجدوا جرحا فيه، قالوا هذا ما يصلحش، علاش ناقص نقدموا شي حاجة كاملة، فتركوه وذبحوا الوزير الآخر. فرجع الملك إلى وزيره الأول
يمدحه ويقول نعم فيه خير، قال هذا هو الخير. هذا القصة الله تعالى أعلم بصحتها، لكن هذا هو الواقع في القدر، لا يقع إلا ما فيه خير، وإن كنا نحن نراه بأنه من الشر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: والشر ليس إليك، أي أن الشر ليس من الله جل وعلا شرا، وإنما هو خير، نحن الذي يظهر لنا بأنه شر، وإلا هو في الحقيقة هو خير. واضح هذه؟ لهذا ربنا سبحانه وتعالى علمنا وأدبنا في كتابه ألا ننسب له الشر مباشرة، ينسب على طريق العموم، نقول خلق الله كل شيء سواء كان من الخير أو كان من الشر، أراد الله كل شيء، لكن أن ننسب له الشر صراحة أدبنا الله ألا نفعل ذلك. فقال سبحانه وتعالى في قصة أصحاب الجن قالوا: وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، من الذي سيريد؟ هو الله، ولكن من باب الأدب هؤلاء الجن المؤمنون قال لم ينسبوا لله سبحانه وتعالى هذا الشر، وقالوا: وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاءوا بالرشد نسبوه إلى الله جل وعلا صراحة، والله جل وعلا نقل كلامهم على أنه حق يمتدحهم ربنا سبحانه وتعالى، فذلك تعليم لنا. بل قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. نعم قل ذلك، قل ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، لم يقل وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، بخلاف الأولى قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، فذكر اسمه سبحانه وتعالى. فهذا تأديب لنا على أننا لا ننسب لله جل وعلا الشر صراحة، ينسب من باب العموم. فإذا أردت أن تنسبه إلى الله فإنك تنسبه بالمبني للمفعول، مبني لغير الفاعل، فتقول: قدر هذا الأمر وأريد هذا الأمر، وأنت تعلم بأن الذي أراده وقدره في قلبك وتعتقده هو الله جل في علاه. إذن فمن مقتضيات الإيمان هو أن تؤمن بأن قدر الله جل وعلا لا شر فيه في الأصل، وإنما هو كله خير. ولهذا يقول أحد العلماء لعله ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: لو كشف اللوح المحفوظ لما وجد فيه إلا خير، لو كانت تكشف لنا نشوف شنو فيه لم نجد إلا خيرا، منعك الله وحرمك لأن ذلك المنع هو الخير لك. ولهذا من كمال الإيمان، شو دابا احنا عندنا وإن كان الإيمان لكن عندنا النقصان، مثلا ترى شيئا فيعجبك وتريده ولكن انت ما عارفش فيه الخير ولا ما فيهش، تريد ان تعمل في مكان ما، تريد ان تسافر الى بلد ما ولكن لا تدري هل هو خير لك ام لا، فتطلب من الله سبحانه وتعالى ان يوفقك وان ينعم عليك بذلك الشيء الذي احببته، جائز. ولكن من كمال الايمان هو ان تفوض ذلك الامر الى الله، هل هو خير لك ام لا، هذا هو كمال الايمان. نعم أعجبك ذلك العمل، أعجبك أن تكون غنيا، ولكن من كمال الإيمان تقول: اللهم إن كان الغنى خير لي فقدره لي، وتلك هي صلاة الاستخارة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر كان يعلمهم صلاة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. وصلاة الاستخارة فيها تفويض الأمر إلى الله: اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي واقدره لي. إذن تفوض، أنت لا تدري، هذا هو كمال التوحيد والإيمان بالقضاء والقدر، هو أن واحد الحاجة وخا عجبتك تفوض الأمر إلى الله، ربما هذاك الشيء اللي عجبك هو اللي غادي يكون فيه الشر ويكون فيه الهلاك لك. فلهذا من كمال الإيمان أن تفوض الأمور إلى الله جل وعلا. من مقتضيات كذلك الإيمان بالقضاء والقدر هو التسليم لما قدره الله جل وعلا، وعدم النظر في الأمور بالعقل.
فتسلم لما قدره الله لك وترضى به، وما تبقاش تدخل به بعقلك انا لا انا لا استحق كذا، وانما استحق ما هو افضل، واش انا اللي يوقع لي كذا، واش انا اللي اذا انت الان اصبحت تدخل عقلك ولا تسلم لامر الله، بل الواجب ان تسلم لما قدر الله لانه هو الخير بذاته. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الذي يؤمن بالله وأن الله جل وعلا هو مقدر الأمور وأن قدره إنما هو خير يهدي قلبه، يسلم قلبه، كما قال علقمة رضي الله عنه قال: ما معنى يهدي قلبه؟ قال: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا معنى يهدي قلبه، يعلم بأن هذه المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا لا يكون إلا للمؤمن الحقيقي، أمره كله له خير. علاش؟ لأنه يتقلب في الرضا والتسليم لله، ويتقلب أيضا في الشكر إن أصابته سراء ونعمة. إذن فمن مقتضاه هو التسليم وعدم الدخول في قدر الله سبحانه وتعالى بالعقل. ولهذا إبليس لما دخل بعقله هلك، دخل بعقله هو إهلك، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمره بالسجود تكبر ودخل بعقله، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، بمعنى أنا الذي أستحق أن يسجد لي، هو يسجد لي. إذن فهو تدخل في قدر الله ولم يسلم لأمر الله ولقضاء الله، فكان من الهالكين وكان من الكافرين، لأنه استكبر ولأنه لم يسلم لقضاء الله جل وعلا وقدره، بخلاف الملائكة الذين سلموا لما أمرهم الله بالسجود سجدوا، ولم يقولوا: نحن الملائكة نعبدك لا نعصيك أبدا، نسبح لك بالليل والنهار، وإنما سلموا لقضاء الله ولأمره فسجدوا لله سبحانه وتعالى. كذلك من مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر هو أن نعلم بأن هذا القضاء الذي قدره الله سبحانه وتعالى مما ينبغي للعبد أن يسير معه وأن يجتهد في الطاعة، لأنه معروف الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شيء هو مكتوب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل رجل كتب مقعده في الجنة أو كتب مقعده في النار. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ففيما العمل يا رسول الله؟ إذا كان هكا علاش غادي نخدمه؟ علاش غادي لماذا نصلي؟ ولماذا نصوم؟ ولماذا سنحج؟ لماذا هذه الأعمال؟ إذا كان مقدر لي بأنني من أهل الجنة فأنا من أهل الجنة، وإذا قدر علي بأنني من أهل النار إذن فأنا من أهل النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من مقتضياته أن تعمل، ماشي أنك تجلس، من مقتضياته أن تعمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بمعنى أن الإنسان إذا كان يؤمن بالقضاء والقدر فمن مقتضياته أن تعمل في الدنيا، وأن الله جل وعلا سييسر لك لما خلقك، سييسرك لما خلقك، فهذا من مقتضياته. إذن هذه مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر. من آمن بالقضاء والقدر حق الإيمان هذه تكون عنده واحد الثمرات، وهذه الثمرات مهمة، وهي التي لا نجدها عندما نقص إيمانه بالقضاء والقدر أو زال الإيمان بالقضاء والقدر. أولها عدم الوقوع في الشرك بالله. من آمن بالقضاء والقدر حقا لا يقع في الشرك بالله. علاش؟
لأن الذي يؤمن بالقضاء والقدر مر معنا القضاء والقدر عنده أربع مراتب. مرتبة الأولى هو العلم أن الله علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ وأراده وخلقه، فيعلم العبد الذي يؤمن بالقضاء والقدر بأن كل شيء من عند الله، كل شراء من عند الله، وهو الذي خلقه وهو الذي يريده، فلا ينسب شيئا لغير الله، إذن فنجا من الشرك. هذا واحد. ثانيا أيضا ينجو من الشرك بحيث إنه لا يبحث عن من يعطيه الولد، لا يبحث عن من يعطيه الرزق، لا يبحث عن من يخبره ما سيقع له في المستقبل من المنجمين والكهان. أما الذي عنده إيمان ناقص في الإيمان والقدر فيذهب إلى الكهان، يذهب إلى المنجمين، يطلب ممن يقال بأنه من الأولياء ومن الصالحين، فهذا إيمانه بالقضاء والقدر ناقص، لأنه يعتقد بأن هناك من يتحكم في هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى. ونحن من آمن بالقضاء والقدر إيمانا حقيقيا يدرك بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى والمريد هو الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا وقد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا وقد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا لمن آمن بالقضاء والقدر حقا. أما اللي عنده نقصان فيه فإنه سيقع في الشرك. أما المنطبق الحال الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فهذا وقع في الشرك منذ البداية. من ثمرات كذلك الإيمان بالقضاء والقدر أنه ينجيك من عظائم الذنوب، منها الحسد والحقد. لأن الحسد من أين يأتي؟ الحسد يأتي عندما ترى شخصاً أنعم الله عليه بنعمة وتوقع ذلك الحسد. وما هو الحسد؟ هو أن تريد النعمة أن تصبح لك وأن تزول عنه، تتبغي النعمة تحول عندك أنت وتكون عندك وتزول عن ذلك الشخص. من كان من أهل الحسد فليعلم بأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر أو أن إيمانه بالقضاء والقدر ناقص. علاش؟ لأن من آمن بالقضاء والقدر يعلم بأن ذلك من فضل الله على هذا العبد، وأنا لما لم يعطني الله جل وعلا هذه النعمة كذلك هذا من فضل الله، فالله هو المعطي. إذن علاش غادي نحسد أنا هذاك؟ من تتحسد كأنك تعترض على قضاء الله وقدره. ولهذا كان الحسد مما يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لأنه مصيبة. فلهذا من آمن بالقضاء والقدر حق الإيمان ما تكونش عنده هذا الحسد والحقد على الغير، وإنما يمكن أن تكون عنده الغبطة. ما هي الغبطة؟ هي أن تحب النعم تكون عندك ولكن لا تتمنى أن تزول عن الآخرين. رأيت شخصا قد بسط الله له في صحته تريد تلك الصحة، تتمنى وتطلب من الله أن تكون عندك وأن لا تزول له. رأيت شخصا قد أعطاه الله إيمانا قويا في المحافظة على الصلاة وفي المحافظة على الطاعات، فتطلب من الله جل وعلا أن يعطيك إيمانه ولكن لا تتمنى زوال الإيمان عنه. وهكذا المال، وهكذا الأولاد، وهكذا النعم كلها، هذا جائز لأنها تسمى غبطة، ولكن لا يسمى حسد. الحسد ما هو؟ الحسد هو أن يتمنى أن تزول النعمة عن العبد وتكون عنده، هذا الذي يسمى بالحسد. وإنما يقع من هذا من كان إيمانه بالقضاء والقدر ناقصا. كذلك من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر هو الخوف من الله جل وعلا والحذر، الخوف منه والحذر. إذا علم العبد بأن كل ما يقع في الكون هو مقدر من قبل الله جل وعلا، الله الذي قدره، فإنك لن تنسب إلى نفسك شيئا. أنت على الإسلام ما غادي تنسبش بأنك باجتهادك، أنت على الإيمان وعلى الطاعة ما غادي تنسب بأنه من اجتهادك، وإنما تنسب ذلك إلى الله، لأنك تعلم بأنه هو الذي قدر لك هذا ووفقك وهداك. إذن فتكون دائما على خوف، وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كان دائما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك،
وهو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى سئل ما أكثر ما تقول هذه الكلمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن كان فعلا يؤمن بالقضاء والقدر تخاف، وإن كان على الطاعة، وإن كان على خير، وإن كان على الإيمان، يخاف أن يبدل الله سبحانه وتعالى حاله من الإيمان إلى الكفر، من الطاعة إلى المعصية. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم لا يعمل بأهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بأهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ذلك قدر الله، هذا هو القدر. فمن يؤمن بالقدر وتعرف شنو فيه، تكون عنده الخوف من الله والحذر، يخاف الله جل وعلا ويحذر مما يقدره الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا ذلك الرجل الذي تجرأ ودخل في قدر الله، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجلين من بني إسرائيل، أحدهما من أهل الطاعة والآخر من أهل المعصية، والذي كان على الطاعة كان دائما يذكر الذي على المعصية بأن يقلع عن المعصية. ذات يوم قال له: والله لا يغفر الله لك أبدا. فدخل في قدر الله، كأنك تقول: والله لا يهديك الله أبدا، والله لا يدخلك الله الجنة أبدا. دخل في قدر الله، فقال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي، فقد غفرت له وأحبطت عملك. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا من مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر هو أن يخاف الإنسان، عفوا، من ثمرته أن يخاف وأن يحذر أن يبدل الله سبحانه وتعالى حاله من حال إلى حال، ودوام الحال كما يقال من المحال، على الأقل لما كانش في الدنيا، ففي الآخرة لا يبقى الإنسان على حالة واحدة، في الآخرة يبدل كذلك حاله. كذلك من ثمراته اجتناب أخذ أموال الناس بالباطل، اجتناب أخذ أموال الناس بالباطل، لأن كثير ديال الناس يؤمن، هو مؤمن لكن إيمانه ناقص، ولهذا تجده يحتال على الناس لأخذ أموالهم باش يكون هو من الأغنياء. إذن فهذا الشخص فكأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر، وإن كان يؤمن به، لأن إذا كنت يعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأشياء، يعلم بأن رزقه سيصله، غادي يوصله، خصو غير يتخذ الأسباب المشروعة وأن لا يتخذ الأسباب الممنوعة. وداكشي علاش كثير ديال الناس من مثلا عندما تأمره بالصدق تقولك: والله إلا ما كذبت ما بعت وما شريت. خصك تكذب وخصك تكون منافق باش تبيع وتشري، ما إلا جيت مع الناس نيشان راه ما تبيعش وتشري. كلمة تدل على نقصان الإيمان بالقضاء والقدر، هذا دليل على أن هذا الشخص إيمانه بالقضاء والقدر ناقص في الحضيض، لأنه إذا كان يعلم أن الله قدر كل شيء ومن ذلك الشيء رزقه، فليعلم بأنه سيأخذ رزقه، خصو غير يتخذ الأسباب المشروعة وأن لا يتخذ الأسباب الممنوعة. فمن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر هو أن الإنسان لا يحتال على الناس لأخذ أموالهم بالباطل. نختم بثمرة أخرى، وهي صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المصالح ودفع المفاسد. من آمن بالقضاء والقدر حقا فإنه يصدق في الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع وفي دفع المفاسد، وهذا هو التوكل على الله، فإنه يصدق في هذا الأمر ويكون صادقا فيتخذ الأسباب المشروعة ليرزقه الله، ليعطيه ما يريد، وليدفع الله سبحانه وتعالى عنه ما يضره. خلاصة الكلام أيها الأحباب الكرام بأن الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر هو أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أوجد الأشياء حسب مراده وحسب علمه الأزلي وكتبه في اللوح
المحفوظ. وتلك مراتب القدر وهي أركان القدر. ثم الإيمان بالقدر له مقتضيات وله ثمرات ذكرت. فمن آمن بالقدر بالقضاء والقدر حق الإيمان يجب عليه أن يأتي بهذه المقتضيات وتكون له بإذن الله جل وعلا تلك الثمرات. ومن نقص في إيمانه فعلى حسب نقصانه يظهر ذلك في متطلبات الإيمان بالقضاء والقدر، وكذلك ينقص في ثمرات هذا الإيمان بالقضاء والقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يسرع بنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.